الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل وارزقنا يا مولانا حسن الخاتمة اللهم قد عجز الطبيب فداونا اللهم قد ظهر الفساد فنجنا ضاقت حيلتي فتولنا آمين آمين وأشهد أن لا إله إلا الله من علينا في هذه الحياة بقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة نبوية كالنهار إذا جلاها فمن أعرض عنهما عاش فيها كالليل إذا يغشاها يا رب زادي قليل ما أظن مبلغي ألزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى أين رجائي فيك أين محبتي وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدًا رسول الله أوصانا بالنساء خيرًا فقال استوصوا بالنساء خيرًا أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم فصل اللهم وسلم على أستاذ الإنسانية جمعاء سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وفرج الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة الآثمة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول جل جلاله في محكم آياته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة صدق الله العظيم معشر الأحبة سؤالان أطرحهما وأستعين بالله عز وجل للإجابة عليهما أما الأول فمن هي المرأة في ظل الإسلام؟ وأما الثاني ما هو واقع المرأة عند المسلمين اليوم أبرأ اللهم لك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا علي ويا عظيم منذ أيام كان العالم يحتفي بيوم المرأة العالمي وإني لأتساءل هل المرأة بعد الإسلام تحتاج إلى يوم عالمي ليحتفى به بها؟ إن الإسلام لا أقف اليوم منافحاً ومدافعاً فليس الإسلام في قفص يحتاج إلى تافه مثلي أن يدافع عنه ولكنني أقف اليوم لأعرض الإسلام
الذي أفاخر فيه وأرفع فيه الرأس عاليا أينما كنت وأينما حللت وأينما نزلت، فهو دين الله عز وجل الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: عند الله الإسلام. هذا الدين الذي أعطى كل ذي حق حقه من غير نقصان، ومهما أراد أحدنا أن يبحث في شرق الأرض أو غربها عن دستور أو قانون أو نظام يعطيه من الحقوق أوفر مما أعطاه الإسلام، أقسم بالله وأنا على أعواد هذا المنبر ولست حالفا بأنه لن يجد ولو طاف العالم بأسره، لأن الله تبارك وتعالى هو العدل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي أعطانا القرآن الذي قال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالمرأة التي تعيش اليوم في واقع نحن صنعناه، فكم من امرأة جهلت باسم التعصب والإسلام من ذلك براء، وكم من امرأة قد اضطهدت باسم التشدد والإسلام من ذلك براء، وكم من امرأة أكل مالها وهدمت حقوقها باسم الجشع والطمع والإسلام منه براء. المرأة في الإسلام جعلها الله سبحانه وتعالى درة نفيسة. جاء الإسلام لمجتمع يئد فيه البنات، فجعل لها من ذلها شانا. جاء نبينا الكل فيه يمقتها، فإذا به يأخذ بيدها ليرفعها إلى أعلى الدرجات. فهي طفلة صغيرة تفتح لأبيها باب الجنة، وهي شابة تكمل للرجل دينه، وهي أم الجنة الغالية العالية عند قدمها. إنها المرأة في الإسلام، إنها المرأة التي إن خانها زوجها عوقب بالرجم حتى الموت، المرأة في الإسلام التي إن تزوج عليها زوجها ولم يعدل حشره الله يوم القيامة وشقه مائل، المرأة في الإسلام الذي أعطاها الإسلام الحرية في التصرف بالمال، فهي صاحبة قرار. قال الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومعنى نحلة أي من غير مقابل. يتقدم الزوج ليعطيها مالا تكريما وتعظيما من أجل أن يأوي إليها ولتكون في سكنه. جاء الإسلام ليعطيها شطر ما يعطي الرجل من الميراث لا انتقاصا لحقها، ولكنه أعطاها ذلك المال من غير أن يكلفها بأن تنفق منه قرشا واحدا. أعطى المرأة مثل ما أعطى الرجل، ولكنه زاد للرجل الضعف وكلفه بالنفقة والكسوة والبيتوتة، وليس للمرأة أن تبذل من هذا المال شيء. فأيما رجل تزوج امرأة على مهر وهو ينوي أن لا يؤدي لها مهرها فهو زان، فإذا كاتبها على مهر ولم يعطها مهرها فهو سارق. أعطاها الإسلام مكانة في المجتمع لا تحلم بها في شرق الأرض ولا في غربها. أعطاها تلك المنزلة بأنه من أجل سمعتها فرض حد قذف 80 جلدة من أجل أن تبقى عزيزة كريمة لا تراب ولا تشاه،
من أجل المرأة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرب قادها بنفسه صلوات الله عليه ليقاتل بني قينقاع الذين أهانوا امرأة، والذي جعلت تلك المرأة جيش المعتصم ينطلق إلى عمورية. إنها المرأة في الإسلام، إنها المرأة التي إذا ما استغاثت هبت الدنيا لنجدتها. إن الإسلام عندما أعطى المرأة حقا في المخالعة، إن كرهت الزوج فلها أن تفارقه وترد إليه المهر، إن طلقها فعليه نفقتها ولا يأخذ منها عيالها، وينفق عليها وعلى عيالها، وينفق لها سكناها وسكنى أولادها حتى تزوج. المرأة في الإسلام التي فتح لها ميادين العلم، فشطر هذا الدين يؤخذ عن أمنا عائشة التي حملت لنا هذا العلم الشريف. المرأة في الإسلام التي وقف نبينا صلى الله عليه وسلم في التاريخ موقفا يعلمنا كيف تكون المرأة ذات رأي، يوم دخل يوم صلح الحديبية يضرب كفيه على فخذيه ويقول: هلك القوم يا أم سلمة، هلك القوم يا أم سلمة. فقالت: وما الذي أهلكهم يا رسول الله؟ فقال: أمرتهم أن يذبحوا فلم يذبحوا، أمرتهم أن يحلقوا فلم يحلقوا. فإذا بها تدلي بدلوها وتعطي لنبينا صلى الله عليه وسلم القائد الفذ، تعطيه رأيا، فيأخذ نبينا بهذا الرأي ويراه مصيبا، وهو الذي يوحى إليه من الله عز وجل ليرفع من شأن المرأة، وحتى لا يتنكر لها كل ذو رأي، ويعلم أن في رأيها ربما ما يكون ما فيه أفضل مما في رأي الرجال. قالت: هلا خرجت إليهم فذبحت حلقت فحلق، ذبحت فذبحوا وحلقت فحلقوا. فإذا به يعجب بسدادة رأيها، ويخرج صلى الله عليه وسلم فيفعل ما تقول أم سلمة، وتنتهي القضية، وتنتهي تلك الأزمة التي أزعجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلته يضرب بكفيه على فخذيه. إن رسول الله عندما احترم عقل المرأة وقدرها ومدحها عندما تكلمت وأسلت برأيها، فها هي أسماء بنت يزيد تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول له: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، أنا وافدة النساء إليك، يقولن بمثل ما أقول. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما وراءك يا امرأة، ما وراءك يا أسماء؟ لم يقل لها: اسكتي أيتها الفاجرة، لا ترفعي صوتك، إن صوتك عورة. ولم يعنفها كما يفهم كثير اليوم من أبناء هذه الأمة دين الله عز وجل، بل وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدي يسمع إلى رأيها ويتأمل في أفكارها. فإذا بها تقول: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، يقولن بمثل ما أقول. قال: ما وراءك يا أسماء؟ قالت: الرجال فضلوا علينا. اليوم يتنافس أبناء الأمة إلى أنظمة تعطي المرأة مثل ما تعطي الرجل، المساواة، ألفاظ مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. اليوم هناك غزو فكري ثقافي لأمتنا، ترى الكلام معسول، المساواة، ما أروع هذا الكلام. هل تفقه أخي ما معنى المساواة؟
أي أن المرأة تساويك وأنت تساويها في كل الميادين. هذا ما تشرئب إليه النفوس، ولكن ما هي خفايا هذه المساواة؟ خفايا هذه المساواة أن الرجل لا يكلف في هذه المرأة بشيء، نفقتها على نفسها، وطعامها من جيبها، وسكناها هي التي تجنيها، والرجل لا علاقة له بها. هذا هو التكريم، هذا هو ميدان التسابق، هذه هي المساواة. ليس للولد حق على أمه وليس لها حق عليه، ليس للزوج حق على زوجته وليس لها حق عليه، ليس للجار حق على جاره وليس للجار حق عليه. هي المساواة. انظر إلى هذه الألقاب الرائعة، كما نسمي الخمر مشروبات روحية، كما نسمي الدعارة والفجور حب ألفاظ، نسمي الفجر نجوم، نسمي الربا فائدة، ألقاب تستسيغها النفس. إن المساواة معناها أن المرأة لا حق للزوج عليها ولا حق لها عليه. اسمع إلى هذه المعادلة. يا أسماء ما وراءك؟ قالت الرجال فضلوا علينا. لم يقل لها نبينا نعم وقد فضلوا. لا، إن الإسلام لم يأتي بالمساواة، ولكن الإسلام جاء بما هو أسمى من المساواة، فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا ينبغي للمرأة أن ترضى بالمساواة مع الرجل، ولا ينبغي للرجل أن يرضى بالمساواة مع المرأة، بل إن ميادين السباق مفتوحة. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ذكرا كان أم أنثى. ما وراءك يا أسماء؟ قالت الرجال فضلوا علينا بالجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله، فإنهم رجعوا رجعوا بالأجر والغنيمة، وإنهم استشهدوا كانت لهم الجنة. المساواة تتطلب أن يقول لها أخبري من وراءك يا أسماء، أن يرتدينا لباس الخدمة العسكرية، وأن يلتحقنا بالثكنات العسكرية، وأن يخرجنا يتدربنا على السلاح، وأن يقاتلنا مع الرجال صفا بصف. وكأن الله عز وجل يكلف فوق المستطاع، وهذا مستحيل في حق الله عز وجل. اسمع إلى العلاج الرائع. يقول نبينا وهو يستمع إلى أسماء وهي تطلب باسم مجموعة النساء من وراءها من النساء، يقول لأصحابه وهو يرى من كلام أسماء ما تقر به العين، فيقول لأصحابه أسمعتم مقولة امرأة أحسن من هذه تسأل عن أمر دينها؟ أسمعتم إلى مقولة امرأة أحسن من هذه تسأل عن أمر دينها؟ ثم يقول لها يا أسماء أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها واعترافها بحقه يعدل ذلك كله، يعدل الجماعة والجمعة، ويعدل الجهاد، ويعدل الشهادة، ويعدل الغنيمة. إن حسن تبعل إحداكن لزوجها كلفها بقدراتها فأعطاها مثل ما أعطى الرجل في ميادين الجهاد، ولذلك كانت طاعتها لزوجها جهاد في سبيل الله، وكان نفقة زوجها عليه كانت نفقتها على زوجها تكليف، تكليف من الله تبارك وتعالى.
المرأة في الإسلام مصانة مكرمة، وهي طفلة صغيرة ريحانة أبيها، وهي شابة زواجها شركة، رأس مالها المودة والرحمة، لها مثل ما عليها، وللرجال عليهن درجة، تلك الدرجة هي درجة القوامة والإنفاق. ثم بعد ذلك تكون أماً، أم تحرك العالم بكلمة واحدة، تدير دفة العالم بكلمة واحدة. أرأيت إلى أم الحاكم العادل إذا قالت له: يا ولدي برضاي عليك أن تفعل والولد مرضي، ألا تدير كفة العالم ودفة العالم؟ إن المرأة في غير مجتمعنا الإسلامي الرائع لها حقوق وكرامة طالما هي فتية جميلة شابة، ولكن أين المرأة في كهولتها؟ أين المرأة في شيخوختها؟ إنها في الإسلام في مقام راق، تقبل أطرافها، يطلب رضاها، تحف من كل مكان، يتسارعون في خدمتها، يتسارعون في التبرك بها، يتسارعون في إجلالها وتعظيمها. كلمة الرضا منها تملأ القلوب سعادة، نظرة الحنان منها تجعل الرجل يطير فوق السحاب. إنها المرأة، الأم، الأخت، المصانة، الحصان الرزان، الزوجة العفيفة التي تشارك زوجها حياته كلها دون خداع ولا غش ولا خيانة. لقد قال أحدهم: إن ابنتي ستنفصل عني بعد أيام فأنا سعيد، سعيد. فقيل له: ويحك، كيف تكون سعيد وابنتك ستنفصل عنك في القانون إذا بلغت 18؟ فقال: نعم أنا سعيد. وإذا بهذا الرجل يحدث ذلك الرجل عن الإسلام، وكيف أن الفتاة تعيش في ظل أسرتنا مكرمة وهي عروس، ثم بعد ذلك تكون أماً ولها أولاد، ثم تكون جدة ولها أحفاد، ثم تكون تلك الصلات الاجتماعية في ظل الإسلام. الأسرة، الأسرة الرائعة في الإسلام، ربما لا نشعر أيها الأحبة بعظيم هذه النعمة التي من الله بها علينا. فبعد أن سمع ما سمع قال: نعم أنا سعيد لأن ابنتي ستنفصل عني. قال: ويحك، بعد كل ما سمعت؟ قال: نعم، لأنني لست على يقين بأنها ابنتي، لست على يقين. ولكن المرأة في الإسلام حصانا رزانا، تأوي إلى بيت زوجها إلى مملكة. وكم أتكلم في مناسبات الزواج فأقول: إن بناتنا في مملكة، فإذا جاء من ينقلها إلى مملكة مماثلة فحيهلا ومرحب، وإلا فبناتنا في بيوتاتنا مصانات مكرمات مدللات. وتلك الأعرابية عندما أراد أن تسدي لابنتها النصيحة قالت لها في مطبع تلك النصيحة: يا بني، لو أن فتاة استغنت عن الزواج لغنى أبويها لكنت أغنى الناس، لكنت أغنى الناس. ولكن النساء خلقن للرجال ولهن خلق الرجال، فنحن نتعبد الله عز وجل ببناتنا في تربيتهم. فمن رزق ثلاثا من البنات فرباهن فأدبهن فأحسن أدبهن أدخلنه الجنة، أدخلنه الجنة. قيل: ولو ثنتان يا رسول الله؟ قال: ولو ثنتان. ويقول الراوي: ثم قيل: ولو الواحدة؟ ولعله شك. قال: ولو الواحدة. من يمن المرأة قلة مهرها وأن تبكر بالبنت. رزق رسول الله البنات، وكانت البنات عند رسول الله مثال يحتذى لكل أب عاقل. بعد أن كانت البنات إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. جاء الإسلام ليحتفي بها كما يحتفي بالذكر.
ليقيم لها مراسم استقبال عند ولادتها من عقيقة وأذان وتسمية وفرح وصدقة كما يقيم للذكر. إن الإسلام هو الذي جاء من أجل أن يرفع شأن المرأة وأن يعطيها أعلى المراتب بأن تكون جوهرة ثمينة. فرض عليها الحجاب لا من أجل أنه يريد أسر حريتها، ولكنها جوهرة مكنونة. إذا كان لديك جوهرة تضعها هكذا على الرف وتتركها في قارعة الطريق، إذا أردت أن تشتري قطعة ثمينة من عند صائغ، ألا ترى أنه يضعها لك في قطعة مخملية وفي غلاف عظيم لأنها ثمينة غالية؟ والمرأة عندنا هكذا ثمينة، فنحن إذا ما وضعنا لها حجابا وضعناه لأننا لا نريد لهذه الجوهرة أن تنكشف. إن الإسلام عندما جاء إلى المرأة جاء من أجل أن يعطيها أعلى درجات التكريم، فلا يحل لها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، لا قهرا لها، لا حدا من حريتها، ولا محشودة محفودة، لا تمشي إلا بخدم وحشم، ولا تمشي إلا وراءها رجل يرعاها كما يرعى عينه وقلبه. إن المرأة عندنا ثمينة، ليس هناك أحد يستطيع أن يثمن المرأة أكثر مما ثمنها الإسلام. أستطيع أن أقول أيها الأحبة في نهاية خطبتي هذه التي أستطيع من خلالها أو استطعت لعلي استطعت من خلالها أن أوجز شيئا يسيرا مما للمرأة في شرعنا وديننا، هل أستطيع أن أقول بنهاية خطبتي كما بدأتها: هل المرأة بعد الإسلام تحتاج إلى يوم المرأة العالمي؟ اللهم عرفنا ديننا، آمين. اللهم علمنا شرعنا، آمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، آمين. وارفع مقتك وغضبك عنا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم يا فوز المستغفرين. أستغفر الله. النبي المعتبر صلوات ربي وسلاماته عليه اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر عباد الله: اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا تعظيما لحق نبيه وتكريما، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين، إخواني الأكارم في صبيحة يوم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر صحابته الكرام فيقول: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال الصديق: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق اليوم منكم على مسكين؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال: أبشر يا أبا بكر، ما اجتمعت هذه الخصال في رجل إلا أدخله الله الجنة، فما أروع أن نجمع الخير إلى الخير. أكرمنا الله فجئنا إلى بيته، أكرمنا الله فأدينا فريضة ربنا تبارك وتعالى، أن نستزيد من الخير، أن لا نغادر قبل أن نزيد الخير خيرا بالصدقة، فإنها ميادين التنافس، وإن لنا من الأعمال ربما ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل جعل في الصدقة سر أنها تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. أكثروا من الصدقات أحبتي، فإن والله أعمالنا ليهتز لها عرش الرحمة، وإننا في هذه الأيام تتخطفنا شياطين الإنس والجن، ولكن لنحدث بعد كل ذنب طاعة،
لعل الله سبحانه وتعالى يبدل لنا سيئاتنا يوم القيامة حسنات بسر تلك الطاعات. فإنني أناشدكم الله عز وجل أن لا تغادروا المسجد قبل أن تضعوا صدقتكم في الصندوق حتى تكونوا قد جمعتم إلى الخير خير، ولعل الله عز وجل بسر الصدقة يتقبل منا صلاتنا وعبادتنا، إنه سميع قريب مجيب، إني داع فأمنوا. اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا، اللهم نفس كربنا، اللهم من أراد ببلادك وعبادك خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد غير ذلك فخذه يا مولانا أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا رب العالمين، ويا غياث المستغيثين، ويا صريخ المكروبين، فرج عن أمة حبيبك ما نزل بها وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم حالنا في بلادنا وتعلم حال أهلينا في بلادنا. اللهم إنهم خائفين فأمنهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان، اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم فك أسيرهم، اللهم ضم جرحاهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اقسم أعداءهم، اللهم اقسم أعداءهم، اللهم اقسم أعداءهم. اللهم من أراد ببلادك وعبادك خيرا فأكرمه بكرمك يا رب العالمين، ومن أراد غير ذلك فاجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا رأينا مكر أعدائنا بنا فأرنا مكرك فيهم، وأنت قلت وقولك الحق، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اللهم إنك تعلم أن أعداءك يسعون في الأرض فسادا، يريدون تكذيبك وتكذيب نبيك. يا رب يا رب يا رب، بغيرتك على كتابك، بغيرتك على شرعك، بغيرتك على نبيك، بغيرتك على قرآنك، بغيرتك على كتابك، أرنا فيهم قدرتك، أرنا فيهم قدرتك، أرنا فيهم قدرتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي راية الحق والدين، واخذل الشرك والمشركين، عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة يا أكرم الأكرمين، واجزها عنا وعن اللاجئين خير الجزاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في مالنا وفي أهلينا وفيما رزقتنا، وزدنا من نعيمك وفضلك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولكل المسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أجب دعانا بكرمك، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. دائما أبدا سرمنا لا إله إلا الله، أقامها وأدامها وجعلنا من صالح أهلها. لو تقدمنا أخواني شوي، معلش، يفسح ويفسح الله لكم. أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم. نيلوا بأيدي أخواني. انت ارجع الورد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا إذا
خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Thank you.